عالي قوي الصنف ده يا نيفو، عالي قوي. هو حامي شوية بس عالي. اسمها ايه الاصطفة دي يا نيفو؟ احمد. احمد مين؟ احمد تي. حلو احمد، ظريف احمد ده، هاتيلي منه على طول. بقولك ايه يا نوح، هو انا بجد مش فاهم احنا مستنيين ايه عشان نتجوز. يعني انا شايفة ان دلوقتي وقت مناسب قوي عشان احنا في هدنة، صح ولا غلط؟ صح. ونلحق نخلف لنا بيبي او اتنين او تلاتة او تمانية قبل ما الحرب تبتدي. بيبي او اتنين او تمانية قبل الحرب ما تبتدي؟ اه ما شاء الله، ده انتي عشمانة فيها جامد. لا بس فكرة حلوة، نتجوز بدل الشحططة اللي احنا فيها دي. بس هنعيش فين؟ اقول لك حاجة؟ ايه؟ تعالي نتجوز ونعيش عندك في معسكر البنات ونطير كرمة ونمسك انا وانت القيادة. ده عند ام حمادة. انا دلوقتي فهمتك كويس قوي، انت عايز تروح معسكر بنات عشان تقعد تبصبص على البنات يا نوح. انا فهمت كويس قوي. شيخة يا شيخة، حرام عليكي بقى، حرام عليكي. ده انا اخر مرة رحت معسكر البنات عندكم ما شلتش النضارة من على عيني. ايوه صح، انا خدت بالي منك واتبسطت منك قوي يا نوح بصراحة. طب يلا يا نوح بقى، عايزين نتجوز ونعمل بيت زي الحج والحجة ونعيش مع بعض مبسوطين في تبات ونبات. ماشي يا نيفو، بس ما ينفعش اتجوز دلوقتي واسيب سلطان، دي بقى اسمها خيانة. على فكرة انت كنت لسه من دقيقتين موافق تروح تعيش معسكر البنات. ايوه ما هي دي حاجة تستاهل الخيانة. نعم، ايه اللي انت قلته ده يا نوح دلوقتي؟ الموضوع بقى باين زي الشجرة بالظبط، انت اناني وبتاع مصلحتك وما بتفكرش في حد وعايز تقعد وتاكل وتشرب سلفقة وخلاص. انا هنساك يا روح واحطك على جنب، انت خلاص بقيت بالنسبة لي صفحة وتويتة. ما تطويهاش والنبي ما تطويها يا نيفيهان. يا نيفيهان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. طب اقول لك حاجة؟ ايه؟ تعالي نتجوز ونعيش عندنا في معسكر الرجالة وخلاص. انت مجنون يا نوح، انت مش عارف عملوا ايه في تزيد. كارما لو عرفت حاجه كده ممكن تموتني، وانت عارف ان هي اصلا من نفسها وعندها مشاكلها. تعرف ده معناه ايه؟ ايه معناه؟ انت ما بتحبنيش وما تفكرش فيا. انا؟ ايوه يا نوح انت. بقول لك ايه، مش هتشوف وشي تاني يا نوح. وادي الشاي بتاعي، انا ماشيه وهات الشاي اهو كله. يا نيفو يا نيفو اسمعيني، بلاش هبل يا بت. العبط ده.